مرحبا مشاهدينا، نبدأ اليوم معكم حلقة جديدة ومشوار جديد من برنامج جريدة ونت من على الشاشة العراقية الرياضية. اليوم جريدة ونت فيها الكثير من الأخبار في الصحف المحلية الصادرة لهذا اليوم، وأيضا أخبار السوشيال ميديا والأخبار العالمية أيضا في الصحف والمواقع، كل هذا بعد الفاصل. أهلا مشاهدينا، نبدأ حلقة اليوم بقراءة العناوين في الصحف المحلية الصادرة لهذا الصباح، والبداية في كل مرة مع الصباح. هنا النسخة الأولى من الصباح، فيها مجموعة من العناوين لنبدأها بهذا المانشيت: كلاسيكو النوارس والصقور من دون جمهور، زيارة جديدة لم يعلن عنها، جولة أخيرة للجنة كأس الخليج في البصرة، ناشئون يفتتحون مشوارهم الآسيوي بمواجهة اليمن. أما اتحاد الملاكمة يدرس نقل بطولة الأندية من السليمانية. وفي هذه النسخة عنوان أخير: وطني الصالات يتعادل مع مصر وسيداتنا يكتسحن فلسطين بسباعية. انتهت هنا معي العناوين في النسخة الأولى من الصباح، مشاهدينا إلى النسخة الثانية. هنا المال الحكومي يسهم في بناء منتخبات نسوية قوية. أما هنا أسهم العراق في البطولة العربية وتحديد موعد نصف النهائي لبطولة الكأس. سلة النفط تعاني من هجرة نجومها. مشاهدينا، كانت هذه الصباح في النسخة الثانية إلى الصباح في النسخة الثالثة، وعادة ما تكون هنا العناوين عالمية. نبدأها بأنس جابر: تواصل التقدم في تصنيف محترفات التنس. أما هنا ميدفيديف يحافظ على صدارته، وإنتر يقترب من ضم لوكاكو. أما جيرونا يعود للليغا الإسبانية. أما السباح دريسل يحافظ أو يحتفظ بلقب العالم لسباق 50 مترا. مبابي ينتقد رئيس الاتحاد الفرنسي. انتهت هنا معي الصباح في النسخة الثالثة، مشاهدينا إلى صحيفة محلية أخرى وهي الزمان، أيضا لملحقها الرياضي مجموعة من العناوين. العراق يحصد المركز الثاني في بطولة العالم بالباغوتا، واشتداد الصراع على الوصافة والبقاء في الممتاز. أما عبد الحميد: التطويرية تنشر الثقافة الأولمبية ونجاحها مهم. منتخب الناشئين يرفع وتيرة الإعداد لمباراة الافتتاح. أما هنا إشادة خاصة من مانشستر يونايتد بالعراقي زيدان إقبال. منتخب الأثقال يعسكر في شقلاوة. أما فيفا وفيبرو يقدمان خطة لمكافحة خطاب الكراهية. انتهت هنا العناوين في صحيفة الزمان، مشاهدينا إلى صحيفة محلية أخرى وهي صحيفة الدستور. هنا أيضا مجموعة من العناوين نقرأها سوية ونبدأها بهذا المانشيت الأكبر: منتخب الناشئين. منتخب الناشئين يواجه اليمن، عذرا هنا صحيفة الزوراء في أيضا في ملحقها الرياضي. منتخبنا النسوي يكتسح فلسطين بسباعية في صالات غرب آسيا، ومنتخب الرجال يتعادل أمام مصر في العرب. في نفس النسخة من الزوراء هنا المالكي: إلغاء مباراة منتخب الشباب مع الجزائر لتزامنها مع السفر إلى السعودية. أما عبد القادر زينل يطالب الاتحاد باحتساب 13 لقبا للدوري لصالح الشرطة. اتحاد السباحة هنا البارالومبي وقع اتفاقية تعاون مشتركة مع نظيره الإيراني، والطلبة يستعيد 3 لاعبين قبل مواجهة الميناء بدوري الكرة الممتاز. انتهت هنا العناوين في هذه النسخة من الزوراء. أنتقل الآن إلى صحيفة محلية أخرى مشاهدينا وهي الدستور.
هنا دورينا يشارف على النهاية، وحسن كمال جاهزون للمنافسة، أما سلاوة مهرجان الجذور نجح بامتياز، وأيضا منتخبنا للناشئين يرتدي الأخضر اليوم. أما سعد عبد الحميد نتطلع للفوز، والبولينج يعسكر في السليمانية، أما هنا اختتام دورة اليوغا، وأيضا السليمانية يجهز رباعينا. إقامة مهرجان الجذور الأسيوي، ومدرب كوبي يقود وطني الملاكمة. انتهت هنا العناوين في هذه النسخة من الدستور مشاهدينا، إلى النسخة الثانية منها في الموسم المقبل. دور المحترفين، صراع الاتحاد مع إدارات الأندية، هنا حكمان عراقيان يقودان بطولة غرب آسيا للناشئين، وهنا أيضا المدربون يكشفون عن تطلعاتهم قبل كأس العرب للصالات. اليوم منتخب الناشئين يلاعب نظيره اليمني، والبولينج يعسكر بالسليمانية للاستحقاق العربي. اختتام الدورة التدريبية بفعالية اليوغا، وندوة إلكترونية عن التسويق الرياضي، وهنا نادي العراق للسيارات يثمن دعم وزير الشباب والرياضة. انتهت هنا العناوين في الدستور بنسختيها. أنتقل إلى صحيفة محلية أخرى وهي إن سبورت مشاهدينا. شرار حيدر يتحدث لإن سبورت: الفشل الإداري لاتحاد الكرة وراء المستوى السيء للمنتخب العراقي. 30 من الشهر الجاري موعدا لحسم القرار النهائي، وزيارة أخيرة للجنة الخليجية تفصل البصرة عن استضافة خليجي 25. فوز كبير لمنتخبنا النسوي للصالات على نظيره الفلسطيني بغرب آسيا. رئيس نادي الكرخ الكابتن شرار حيدر في حوار الصراحة: أما الخبير عبد القادر لا تبخسوا الحقوق ودونوا كلامي كدستور. هنا المنتخب العراقي يتعادل مع نظيره المصري بكأس العرب للصالات، وقحطان شثير: سأختار لاعبي القوة الجوية بنفسي وسأتحمل النتائج. أما هنا مقيم حكام آسيوي يستغرب لجوء الاتحاد العراقي لدوري المحترفين قبل تطبيق تقنية الفار. انتهت هنا إن سبورت. أيضا إن سبورت في نسخة ثانية مشاهدينا. اتحاد السباحة العراقي يتهم عبد الإله بالابتزاز ويتوعده بالسجن. أول لاعب كرة سلة عراقي يوقع عقد احترافي أمريكا الجنوبية. لؤي صلاح يقود كرة الكهرباء، والإدارة تبدي دعمها لإنجاح مهمته. اتحاد السلة يصنف مستويات لاعبي الأندية للموسم المقبل. أما عشتار العزاوي قصة تحدي عنوانها العالمية. العراق للناشئين يفتتح منافسات غرب آسيا أمام اليمن بالأخضر. منتخبنا للأثقال يعسكر في شقلاوة. انتهت هنا إن سبورت أيضا في نسختها الثانية، إلى صحيفة أخرى وهي الحقيقة مشاهدينا. الحقيقة في نسختها الأولى مجموعة من العناوين، وهنا المنشط الأكبر: في افتتاح بطولة غرب آسيا بكرة القدم اليوم منتخب الناشئين يلاقي نظيره اليمني. أما منتخب الشباب لكرة السلة يعسكر في دهوك استعدادا للمشاركات المقبلة. أما البصرة انطلاق بطولة الشطرنج على النظام السويسري. منتخب سيدات العراق يخسر أمام البحرين في بطولة غرب آسيا لكرة الصالات. واختتام مهرجان البراعم والأشبال لكرة اليد في الديوانية.
الحقيقة انتهت. أما الحقيقة في النسخة الثانية معي الآن أيضا فيها مجموعة من العناوين. منتخب لبنان للسلة يخسر من نيوزيلندا في بطولة كأس آسيا. برشلونة يحتفظ بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة اليد. أما ديبالا يقدم دلالة جديدة حول اقترابه من إنتر ميلان. مفاوضات لإعادة جوتزا للبوندس ليغا. وأنس جابر تواصل التوهج وتحرز لقب بطولة برلين. آخر ما لدي هنا في الصحف المحلية وآخر العناوين هي الصباح الجديد مشاهدينا. أبدأ بهذا المانشيت الكبير: كريم نافع: أفتخر أن أكون في منبر الصباح الجديد. عدم التدرج الصحيح خطر يداهم كرتنا، والاهتمام بالفرق الشعبية ضرورة جدا. هنا اليوم مباراة بين النجوم الزوراء والجوية السابقين في الذكرى الثانية لرحيل النجم أحمد راضي. بروتوكول تعاون مشترك بين اتحادي سباحة العراق البارالمبي ونظيره الإيراني. أما دهوك تحتضن تجمع نهائي دوري الشباب للدرجة الأولى. أما التايكواندو يعلن قائمة الناشئة والشباب لبطولة العالم. أما اتحاد اليد يثمن دور المساهمين في نجاح مهرجان البراعم والأشبال بالديوانية. اليوم منتخبنا الوطني للناشئين يواجه اليمن في أولى مبارياته بغرب آسيا. مشاهدينا، أجهز معكم المقال أيضا في الصحف المحلية بعد الفاصل. إلى المقال مشاهدينا، اخترنا لكم هذا المقال اليوم من صحيفة الحقيقة، كاتبه الصحفي الرياضي قاسم حسون الدراجي. المقال بعنوان: الرياضية العراقية مهنية وإبداع. لنقرأ سوية المقال. قناة الرياضية العراقية أحدى قنوات شبكة الإعلام العراقي، تأسست في 12 حزيران 2005 وابتدأ بثها الأرضي في بغداد وكربلاء والناصرية والبصرة، ثم انطلقت للبث الفضائي على قمر النايلسات. ومنذ ذلك الحين وترتبط الرياضية العراقية بعلاقة وثيقة مع المشاهد العراقي والوسط الرياضي على وجه الخصوص، حيث ينظر إليها العراقيون وإلى باقي قنوات الشبكة على أنها قناة الوطن أو القناة الأم، وهي فعلا كذلك كونها تتعامل مع الجميع على حد سواء بالمهنية والتوازن في جميع ما يتعلق بالرياضة العراقية، سواء كانت اللعبة الأولى لكرة القدم وما تتضمنه من بطولات أو مؤتمرات صحفية أو انتخابية أو حوارات جانبية، إلى جانب الفعاليات والمسابقات الأخرى المختلفة في كرة السلة واليد والطائرة والصالات والنسوية والشاطئية أو التايكواندو والكيك بوكسينج والمواي تاي وغيرها، في متابعات دقيقة وتفصيلية تضع المشاهد أمام الصورة الواضحة بطرح موضوعي لجميع الأطراف المتعلقة بالحدث الرياضي. وعلى الرغم من كونها قناة حكومية وتمثل الدولة في توجهاتها والذي يجب أن يكون متناغما مع سياستها، إلا أنها كانت متوازنة في الجمع بين النهج الحكومي والوظيفي وبين حرية الإعلام وإيصال الصوت ونقل هموم ومعاناة الشارع الرياضي والجماهيري وتوجيه النقد إلى المؤسسات الرياضية الحكومية كوزارة أو لجنة أولمبية أو اتحاد مركزي أو نادي رياضي دون خوف أو تردد أو محاباة لهذا الطرف أو ذاك. وقد توالى على إدارة القناة عددا من الزملاء الذين وضع كل منهم لبنة في بناء القناة على المستوى الفني والإداري بمعية كوادر شبابية مبدعة
بذلت قصارى جهودها في متابعة الحدث الرياضي عبر النقل التلفزيوني المباشر أو التسجيل أو البرامج اليومية المتواصلة من خلال عدد من مقدمي البرامج والمعدين والمراسلين في ظروف وأجواء أمنية ومناخية صعبة. بعد المقال مشاهدينا انتقل إلى أخبار السوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي ما نشر وكتب ما بين الأمس واليوم وخاصة الجانب المحلي والأخبار الرياضية. هنا معي هذا الخبر. هنا استقبل الأمين العام للاتحاد العراقي لكرة القدم محمد فرحان في مطار البصرة وفد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم الذي يترأسه الأمين العام للاتحاد جاسم سلطان الرميحي، وذلك للاطلاع على جاهزية مدينة البصرة لاستضافة بطولة خليجي 25. وكان في استقبال الوفد نائب محافظة البصرة لشؤون الرياضة علي حسين، وتستمر زيارة الوفد لغاية 23 من الشهر الحالي. انتهى هنا الخبر، انتقل إلى آخر. منتخبنا للناشئين ينهي تحضيراته لملاقات نظيره اليمني في المباراة التي تقام اليوم الثلاثاء ضمن افتتاح منافسات بطولة غرب آسيا التي تحتضنها مدينة العقبة الأردنية. انتهى أيضا هنا الخبر. إلى بوست آخر وبدايته هنا سعد عبد الحميد. سعد عبد الحميد هنا مستعدون لخوض غمار بطولة غرب آسيا. أقيم مساء يوم الاثنين في قاعة فندق مينا المؤتمر الصحفي لبطولة غرب آسيا دور 17 سنة المجموعة الأولى، والتي تضم إلى جانب منتخبنا كل منتخبات الأردن و أمام واليمن، والتي تستضيفها مدينة العقبة الأردنية للفترة من 21 لغاية 30 من حزيران الحالي. هنا أيضا المدرب المساعد تحدث، المدرب المساعد لمنتخبنا سعد عبد الحميد، أن المنتخب العراقي تحضر بشكل مميز وجاء إلى البطولة للمنافسة على اللقب والتعويض عن النسخة الماضية التي لم تكن بمستوى طموحاتنا. انتهى هنا البوست أيضا. إلى آخر مشاهدينا، في هذه الصورة بطولة كأس العرب لكرة الصالات للرجال الجولة الأولى نهاية المباراة، العراق 3 ومصر 3. إلى بوست آخر وخبر آخر، هنا تعادل منتخبنا الوطني لكرة الصالات إيجابيا في مواجهة الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية من بطولة كأس العرب المقامة في مدينة الدمام السعودية أمام نظيره المصري بثلاثة أهداف لكل منهما. سجل الأهداف المنتخب الوطني محب الدين جمعة وطارق زياد وغيث رياض. انتهى هنا البوست أيضا، انتقل إلى آخر ولازلنا مع أخبار السوشيال ميديا مشاهدينا. لاعب منتخبنا الوطني لكرة الصالات سالم فيصل ينال جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخبنا ونظيره المصري ضمن الجولة الأولى لبطولة كأس العرب الجارية في مدينة الدمام السعودية. هنا معي بطولة غرب آسيا لكرة الصالات للسيدات، سيدات العراق إلى النصف النهائي. أما هنا أفرح لاعبات منتخبنا الوطني للسيدات بفوزهن على نظيراتهن من المنتخب الفلسطيني بسبعة أهداف دون مقابل ضمن بطولة غرب آسيا للسيدات الجارية بمدينة جدة السعودية. هنا معي
موقع وين وين. الحديث لأمجد أطوان. أكد أمجد أطوان لاعب منتخب العراق بأنه باق مع فريقه الحالي الشمال الناشط في دوري نجوم قطر للموسم الثاني تواليا. أيضا قال أطوان في تصريحات إعلامية إنه اتفق مع النادي القطري على الاستمرار لعام آخر، مشيرا إلى أن طموح الفريق في الموسم المقبل هو تحقيق أحد المراكز المتقدمة. انتهى أيضا هنا الخبر مشاهدينا. انتقل إلى آخر، هنا البوستر لكأس العراق، مواعيد نصف النهائي الثلاثاء، هنا الكهرباء مع زاخو، الزوراء مع الكرخ. أيضا بأخبار السوشيال ميديا، نادي الطلبة الرياضي مشاهدينا، الأنيق يجري أولى وحدة تدريبية في البصرة تحضيرا لمواجهة الميناء. انتهى هنا الخبر لنادي الطلبة. انتقل إلى آخر، الاتحاد العراقي لكرة القدم هنا يوجه دعوة لجنة شؤون اللاعبين، تدعو لجنة شؤون اللاعبين والمدربين في الاتحاد العراقي لكرة القدم ممثلا عن نادي القوى الجوية للحضور إلى مقر الاتحاد يوم الخميس عند الساعة 11 صباحا، وذلك بشأن الدعوة المقدمة من قبل اللاعب أحمد إبراهيم على أن يكون مشاورا قانونيا وملما بحيثيات الدعوة، وأن يجلب معه كتاب تخويل رسمي من إدارة النادي، وعلى اللاعب أيضا جلب المستمسكات الأصولية أو البطاقة الموحدة. معي الآن هذا الخبر الآخر لدوري الدرجة الثانية، فريق نادي الاتصالات بطلا لدوري الدرجة الثانية للموسم 21-22 بعد تغلبه على فريق نادي الحويجة بنتيجة 5-0. هنا الاتحاد العراقي لكرة اليد مشاهدينا، أسند الاتحاد العراقي لكرة اليد مهمة قيادة منتخبنا الوطني للناشئين إلى الكابتن ظافر ساحب بدل الكابتن محمد حمزة الذي قدم في وقت سابق اعتذاره عن تكملة المهمة بسبب ذهابه إلى الحاج، على أن يساعده في المهمة الكادر التدريبي المساعد المتكون من محمد كاظم وكوكب حسن مدربين مساعدين ووسام فاضل مدرب لحراس المرمى. انتهى هنا الخبر. إلى هنا معي معرض كرة السلة العراقية، آخر ما لدي في السوشيال ميديا، نجم منتخبنا الوطني إيهاب حسن يصل إلى الأوروغواي وناديه الجديد سوسيال لارينجا يرحب به على مواقع التواصل الاجتماعي. مشاهدينا أجهز معكم الأخبار العالمية أيضا في المواقع والصحف بعد الفاصل. إلى العالمية مشاهدينا، أبدأ بماركا. ماركا اليوم عنونت كوندي قال نعم لكن برشلونة لن يجن جنونه، إنهم غير مستعدين لدفع 60 مليون دولار التي طلبتها إشبيليا. انتهت ماركا. إلى موقع جول عربية مشاهدينا، هنا برشلونة كان يحاول خطف صفقة روديجر من ريال مدريد في اللحظات الأخيرة. هنا بقية الخبر، كان هناك اهتماما من جانب برشلونة لضمي، حاول التواصل معي لكنني أبلغت وكيل أعمالي بأنني لا أريد اللعب لصالح ريال مدريد. كان هنا الحديث لإنطونيو وانتهى الخبر.
أنتقل إلى صحيفة The Sun مشاهدينا. The Sun عنونت هذه المرة حادث في بوغاتي كريستيانو رونالدو وسعرها 1.7 مليون جنيه استرليني، وهنالك تحقيق بعد اصطدام سيارته في مايوركا. كانت هذه صحيفة The Sun. انتقل إلى صحيفة ليكيب الفرنسية مشاهدينا، أيضا هنا صورة وعنوان. ليكيب الفرنسية هذه المرة عنونت: هناك اتفاق في الأفق بين ناس وباريس سان جيرمان من أجل المدرب كريستوف جالتير. ليكيب انتهت. انتقل إلى لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية مشاهدينا. لاجازيتا الإيطالية أيضا عنونت: كافاني نحو العودة إلى إيطاليا، هناك أندية تحاول التعاقد معه. مشاهدينا نستمر معكم بالأخبار العالمية. هنا كورا.com، هذا الموقع نشر جدول أو سكجول يتحدث عن ليو أفضل مراوغ. أما كرة أونلاين هو آخر خبر معي في الأخبار العالمية. الحكم بالسجن أو بسجن سامويل إيتو 22 شهرا مع إيقاف التنفيذ بعد اعترافه بتزوير ضريبي يقدر ب 3.32 مليون باوند خلال فترة تواجده في برشلونة. بهذا أختم حلقة اليوم مشاهدينا. شكرا لكم على المتابعة، والشكر موصول لكل كادر برنامج جريدة ونت في الكنترول والأوتوميشن والمصورين داخل الاستوديو. شكرا للجميع، إلى اللقاء.